ها أنا أزور حي المزورة في بلدة العوامية هذا الصباح، وهذا هو المكان الذي هزمت فيه السلطات السعودية الإرهابيين خلال العام الماضي، والذي بدأت فيه بإعادة إعمار المجتمع. هناك الكثير من الاستثمارات القائمة من حولي. كما تعلمون، شهد هذا المكان العديد من المشاكل في الماضي، ولكن في الوقت الحالي هناك جهود مبنية على عودة الأمن إلى بلدة العوامية، تهدف إلى إعادة تجديد هذا المجتمع. إنه لمن دواعي سروري أن أزور وأرى هذا المكان بترتيب من قبل السلطات السعودية.